Today's The World Around Us will be presented in Arabic with subtitles in Arabic, Olasese or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai. تحية طيبة للمشاهدين النبلاء وأهلا وسهلا بكم في برنامج العالم من حولنا. في حلقة اليوم سنقوم بزيارة المكان الذي أمضى فيه المعلم الرؤوف والمتنور يسوع المسيح أيامه الأخيرة من حياته مضحيا في سبيل البشرية وذلك حسب المعتقد المسيحي. يعرف المكان الواقع في القدس المقدسة اليوم باسم كنيسة الضريح المقدس أو كما يسميه المسيحيون الأرثوذكس الشرقيون كنيسة القيامة. بنيت كنيسة الضريح المقدس بادئ الأمر على يدي الإمبراطور قسطنطين عام 333 بعد الميلاد، بعد أن عثرت والدته الملكة هيلين على موقع الجلجلة، وهو المكان الذي صلب فيه السيد المسيح. والكنيسة على وضعها الحالي قد تم إعادة ترميمها في القرن الثاني عشر، وهي الآن تدار من قبل مختلف الأطياف المسيحية بما في ذلك الروم الكاثوليك، الأرمنية الرسولية، الأرثوذكس الشرقيون وغيرهم، وقد تم اعتبارها كأحد أكثر المواقع قداسة بالنسبة للعالم المسيحي. تعتبر كنيسة الضريح المقدس صرحا رائعا مع العديد من المذابح والمحطات المثيرة للاهتمام. أهم أجزاء الكنيسة هي على الأرجح آخر خمسة محطات من المحطات الأربع عشر على طول طريق الآلام أو درب الصليب الذي يحمل آثار خطى يسوع الحبيب الشاقة. يتميز المظهر الخارجي للكنيسة بقبتين اثنتين. القبة الأكبر تقع فوق القاعة المستديرة حيث المكان الذي دفن فيه يسوع، أما القبة الأصغر فتقع فوق قاعة الشفاء. خارج مبنى الكنيسة ثمت فناء مفتوح خلال الأسبوع المقدس، الأسبوع الذي يسبق الاحتفال بعيد الفصح وصعود المسيح. يعقد هناك احتفال تقليدي يتم فيه غسل الأرجل، حيث يتم إحياء ذكرى الواقعة التي قام يسوع المسيح خلالها بمحبة بغسل أرجل حواريه. هذا الحفل البسيط يبين روح العطاء والتواضع لهذا الإنسان العظيم، حيث ذكر السيد المسيح: أنتم تدعونني معلما وسيدا وتقولون أنه مناسب لما أنا عليه. إذا كنت كذلك معلمكم وسيدكم وقد غسلت لكم أرجلكم، أنتم أيضا عليكم أن تغسلوا أرجل بعضكم البعض، لأن الذي قدمته لكم هو مثال، حيث يجب عليكم أن تفعلوا كما فعلت لكم. بكل تأكيد أقول لكم، الخادم ليس أعظم من سيده، ولا الذي تم إرساله أعظم من الذي أرسله. على الجانب الشمالي من الفناء ثمت مدخلان، حيث يؤدي الأيسر إلى الكنيسة، وعلى يمين هذان المدخلان درج يؤدي إلى مصلى الفرنجة والذي يعتبر المحطة العاشرة على درب الصليب. ويعتقد أن هذا المصلى هو الموضع حيث قام يسوع بخلع ملابسه قبل الصلب. في الكنيسة ثمت درج على اليمين يؤدي إلى الطابق الثاني، حيث يوجد هناك محطتان آخريان على طريق الآلام. المحطة الحادي عشر على درب الصليب تعرف أيضا باسم مسامير مذبح الصليب، حيث تقع هضبة الجلجلة، ويقع خلف حائط مصلى الفرنجة صحن الكنيسة مذبح الفرنسيسكان اللاتين، ويتميز بوجود لوحة فسيفساء ليسوع في أعلى السقف
تعود إلى القرن الثاني عشر. وراء المذبح ثمت لوحة فسيفساء أخرى تصور تضحية يسوع المسيح وامرأة مقدسة جالسة عند قدمي الصليب. بجوار مصل اللاتين يقع مصل الإغريق، وقد تم بناء الصحن حول الصخرة الحقيقية حيث وجدت الجلجلة محمية بالزجاج. يمكن رؤية الجزء البارز من الصخرة من كافة جوانب المذبح الرئيسي. تحت المذبح قرص فضي مسكوب في الوسط ليتمكن الحجاج من خلاله بلمس الحجر. تعمل على حراسة المذبح ثمت إيقونات فوقه لمريم العذراء والقديس يوحنا المعمدان يقفان إلى جانبي يسوع المسيح. مرصعة بالفضة المتلألأة والألوان الذهبية من خلال الفن الإغريقي، تشوب المكان صبغة فريدة من الجو المقدس. في الحقيقة هذا هو المكان حيث أظهر المعلم يسوع محبته المطلقة وتسامحه اتجاه الذين قاموا بتعذيبه، قائلا وهو يصلي لله: يا أبتاه اغفر لهم فهم لا يعلمون ماذا يفعلون. وها هو هذا المكان أيضا حيث أسلم كلماته الأخيرة: يا أبتاه في يديك أستودع روحي. في اللحظة التي يقال أن يسوع لفظ فيها أنفاسه الأخيرة فوق الصليب حدث زلزال مدمر. وقد شهد ذلك أحد القادة الرومان وهتف قائلا: حقا كان هذا ابن الله. وقد أدى الزلزال إلى حدوث شق في الصخرة، يمكن رؤيته عبر الزجاج في مصلى آدم في الكنيسة. وقد سمي المصلى بهذا الاسم تيمنا بآدم أول إنسان وطأ سطح الأرض، فقد تم العثور على آثار له هنا. بعد وفاته تم حمل يسوع من على الصليب ووضعه على حجر والذي يعرف الآن باسم حجر الدهن. حسب ما ذكر في الإنجيل: فأخذا جسد يسوع ولفاه بأكفان من الأطياب كما لليهود عاد أن يكفنوا. إلى اليمين عند مدخل الكنيسة يقبع الحجر مخلدا ذكرى تحضير جسد يسوع للدفن، حيث يركع الزوار هناك للمس وتقبيل الحجر تعبيرا عن تبجيلهم ومحبتهم للمعلم يسوع. فوق لوح الحجر ثمت مصابيح فخمة، وكل واحد منها قد تبرع به أحد الأطياف المسيحية بما في ذلك الأرمن والأقباط والإغريق واللاتين. ووراء الحجر لوحة فسيفساء جدارية والتي تصور مشهد تحضير يسوع للدفن. المحطة الأخيرة على طريق الأعلام هو هيكل صغير يضم قبر السيد المسيح، والذي يقع وسط به مستدير يسمى أناستيسيس أو القيامة. فوق الهيكل الصغير تقع قبة الكنيسة الكبرى والتي يبلغ ارتفاعها 11 متر وقطرها 20 متر وتقوم على 18 عمود ضخم. عبر الباب الضيق على الجانب الشرقي يسمح للزوار بدخول الغرفة الداخلية للقبر. الغرفة الأولى تسمى مصلى الملائكة، والذي يختزن داخلها قطعة من الحجر الذي استخدم لإقفال القبر بعد دفن يسوع. ويعتقد أنه بعد قيام يسوع تم نزع الحجر من قبل أحد الملائكة، وقد ذكر في الإنجيل: لأن ملاك الرب نزل من السماء وجاء ودحرج الحجر على الباب وجلس عليه، وكان منظره كالبرق ولباسه أبيض كالثلج. الغرفة الثانية تمثل قبر يسوع، وهي مزودة بغطاء من الرخام كما تضم الكنيسة. بعض القبور تعود للقرن الأول، وهي بمثابة دليل
يدعم الحقيقة القائلة أن هذا هو المكان الحقيقي الذي دفن فيه يسوع. بعث يسوع المسيح بعد 3 أيام من صلبه. فحين قامت مريم المجدلية وحواريون آخرون بزيارة القبر، وجدوه خاويا حسب ما ذكر في إنجيل يوحنا. الآن تقف مريم خارج القبر تبكي، كما أنها تنوح انحنت لكي تنظر إلى القبر ورأت الملائكة باللون الأبيض جالسين مكان جسد المسيح، واحد على الرأس والآخر على القدم، وسألوها: أيتها المرأة، لما أنت تبكين؟ فأجابت: لقد أخذوا سيدي بعيدا عني، وأنا لا أعلم أين وضعوه. وفي هذا التفتت حولها ورأت السيد المسيح واقفا هناك، ولكنها لم تدرك أنه كان السيد المسيح، وسألها: أيتها المرأة، لما أنت تبكين؟ من تطلبين؟ فظنت تلك أنه البستاني، فقالت له: سيدي، إن كنت أنت من حملته فقل لي أين وضعته وأنا أخذه. قال لها يسوع: يا مريم. والتفتت له وقالت له بالآرامية: ربوني، والتي تفسيرها: يا معلم. قال لها يسوع: لا تلمسيني، لأني لم أصعد بعد إلى أبي، ولكن اذهبي إلى أخوتي وقولي لهم: أني صاعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. يقع المكان الذي التقت فيه مريم المجدلية بالمعلم يسوع في الجهة الشمالية من القاعة المستديرة، وثمت الآن مصلى صغير للفرنسيسكان مخصص لها، ويسمى المصلى مايمو أبتو، والذي يعني لا تلمسيني، تخليدا لكلمات يسوع. في موضع محدد أقام يسوع مع 2 من اللصوص في السجن، والذي يقع في الجهة الشمالية الشرقية من الكنيسة. أحد اللصوص تاب عن خطاياه طالبا من يسوع المغفرة بقوله: اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. فقال له يسوع: الحق أقول لك، إنك اليوم تكون معي في الفردوس. اليوم في كنيسة الضريح المقدس ثمت مصلى يقع في الجهة الشمالية من المذبح الرئيسي مخصص للص الطائب القديس ديسماس. كل عام في السبت المقدس، اليوم الذي يسبق عيد الفصح، يتم إقامة حفل خارق للنار المقدسة في كنيسة الضريح المقدس، ويعود أصل الاحتفال إلى القرن الرابع. في ذلك الوقت يقوم بطريرك الأرثوذكس الشرقيين بدخول قبر يسوع وحيدا بعد تلاوة التراتيل والصلوات. قبل دخوله الحجرة تقوم السلطات الإسرائيلية اليهودية بالتأكد من عدم حمله أي وسيلة لإشعال النار. بعد ذلك تقوم جماعة المصلين بترتيل صلاة يا رب ارحمنا، إلى أن يخرج البطريرك حاملا الشموع البيضاء المضاءة تلقائيا بقوة القيامة، ومن ثم يتم تمرير النار إلى الحشود. وقد ذكر الحجاج أن النار المقدسة لا تحرق أي شيء على مدى الدقائق الأولى من ظهورها. بهذا نأتي إلى ختام رحلتنا عبر أروقة كنيسة الضريح المقدس في القدس، حيث يذكرنا المكان بالمحبة المطلقة والتضحية اللامحدودة التي يقدم عليها المعلم الحي في سبيل تلاميذه والعالم أجمع. عسى أن يحظى الجميع بإلهام ويعيشوا حياة روحانية كأبناء الله. المشاهدون المخلصون، شكرا لانضمامكم إلينا في برنامج العالم من حولنا. أرجو أن تبقوا معنا على شاشة قناة كبيرة المعلمين لمتابعة برنامج كلمات من الحكمة بعد نشرة الأخبار الجديرة بالذكر، لتنعم قلوبكم بالطهر والأعمال النبيلة. Faithful viewers, thank you for joining us on the world around us.
Please now stay tuned to Supreme Master Television for words of wisdom after noteworthy news. Blessed be your pure hearts and noble deeds. For more details, please visit www.suprememastertv.com/WAU.